دولة السلام عليكم مطول بوبينا يا صاحبي، تحياتنا من القرية الحزينة. رانا عندنا بروبليم تاع ليزونس او تخلص ليزونس. راك تشوفوا هذا لاشين، هذه راهي مورايا واحد 600 متر والقدام، شوف هذا كامل اجل ليزونس. واش راه صاري في فرنسا؟ تبون غلقها علينا، راك فاهم، غلقها علينا تبون، قال لك ما كاش المازوت في فرنسا كومبلي، ما كاش المازوت. اش صاري اون فيت؟ تبون والجزائر ما عندها حتى دخل في هذه القضيه، باش ما نغلطكمش وما يغلطوكمش الناس اللي عم يبارطاجيو. لا الجزائر لا تبون، حتى واحد ما عنده دخل في هذه القضيه. هذه القضيه قضيه تاع الحكومه الفرنسيه مع عمال شركه توتال انرجي. شركه توتال انرجي، كي تقول توتال انرجي كي شغل قلت واسمو، كي تقول توتال انرجي كي شغل قلت سوناطراك في الجزائر. عمال شركه توتال انرجي راهم يقولوا للرئيس تاعهم البريزيدان تاعهم زيد لنا 10% في الخلاص. والبريزيدان تاع توتال انرجي الديريكتور جينيرال راه يقول لهم نو، ما نزيد لكمش 10%، نزيد لكم غير 3% ونعطيكم تشيبا في لافان تاع الشهر، في لافان تاع العام يعطي لهم واقيلا 3. هما رفضوا، قال لك نو، حنا تزيد لنا 10% ولا نبقاو مقرفين. يعني راهم دايرين لاكريف، راهم غالقين لي رافينري كاع تاع فرنسا. لي رافينري يعني المصفات، وين يصفوا البترول؟ وين البترول اللي ولا ايسونس ومازور؟ الرافينري راهم مغلوقين كاع، الكوامن ما يدخلوا ما يخرجوا، لي ماشين راهم طافيين. للعلم هذه الشركه هذه توتال انرجي هي كونفاس دارت في 6 شهور 10 ملاير اورو فايده، 10 ملاير اورو فايده. هيا عمال هذه الشركه تاع توتال انرجي قال لك انتم درتوا 10 ملاير فايده دولار اورو، عفوا هيا توتال انرجي قال لهم درتوا 10 ملاير دولار فايده، قال لهم اقسموا معنا على الاقل شويه من الارباح تاعكم، لانكم ما راكوش تخلصوا فينا مليح وماش عارف. هذه هي سبب الازمه، ومازال طايله، عندها 15 يوم ومازال طايله. وكي تجي تعمر هنا يخليك تعمر غير 30 ريتلا، ما يخليكش تعمر البلان 80 اورو، يخليك تعمر غير 30 ريتلا، حوالي مش عارف شحال 40 اورو ولا 45، شحال 45 اورو ولا 50 اورو مش عارف شحال. هاو الغازوا شحال راه يدير 1 اورو 64، هذا سومبلون 98، والغازوا راه 1 اورو 89. هاي الاسعار، وهاي لك شركه توتال انرجي. الشركه هذه توتال انرجي كيما سوناطراك في الجزائر. دونك هذا هو سبب الازمه وسبب البلوكاج ولي مانيفيستاسيون اللي هي صاريه. هكذا هاي كحله منا على ليسونس. المهم انا شريت خبزه الله يبارك تقرمش، وعندي دبابه ما نسحق لها غازوال لا قرعامه وساكادو دي باردور امام. تحياتنا خوتي، هذا هو سبب الازمه اللي راهو حاليا في فرنسا. هاي السلام عليكم، تشوس.